الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، موعد جولة جديدة لمراسلين حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وتطوراتها. هنا القاهرة عاصمة الخبر. قالت الولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك إنهما سيزودان أوكرانيا بمعدات عسكرية إضافية. وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولز اتفقا في اتصال هاتفي بينهما على توفير مركبات برادلي القتالية للمشاة، وبينما ستزود ألمانيا أوكرانيا بدبابات من طراز ماردر. وأضاف البيان أن ألمانيا ستقدم أيضاً بطارية دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت. انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقف إطلاق النار الذي أمرت به روسيا في أوكرانيا لمدة 36 ساعة. وقالت بيربوك التي تقوم بزيارة إلى بريطانيا إنه إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يريد السلام فعليه أن يعيد جنوده إلى الوطن. وأضافت أن وقفا لإطلاق النار من هذا النوع لا يجب أو لا يجلب الحرية ولا الأمن للأشخاص الذين يعيشون في خوف في المناطق التي تسيطر عليها روسيا على حد تعبيرها. بالفعل في سبتمبر الماضي إلى أنه من المهم بالنسبة لنا أن نراجع باستمرار ما هو الدعم العسكري الإضافي المطلوب لأوكرانيا. أعتقد أننا جميعاً ما زلنا نشعر بالذعر إزاء ما حدث في الأسابيع الماضية، وهذا هو السبب وراء تفكير كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في كيفية تقديم دعم أفضل لأوكرانيا. وبنفس الطريقة نحن كحكومة اتحادية نفكر مرة أخرى فيما يمكننا القيام به مع شركائنا حتى نساعد الشعب الأوكراني في تحرير أرضه. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، موضوع الأسلحة وتوفير الدعم من جديد لأوكرانيا، ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من برلين عربي مرزوق. عربي، أهلا بك. أولا، استقبال اليوم ألمانيا أو استقبال الرأي العام في ألمانيا لهذه المساعدات الجديدة إن صح التعبير، كيف استقبل الرأي العام الألماني هذا الخبر؟ أهلا بك رعد. الحقيقة الرأي العام الألماني والصحف الألمانية وصفت المساعدات التي ستقدمها ألمانيا تحديدا الدبابات ماردير بالمساعدات الباردة أو الفاترة من المستشار الألماني أولاف شولز الذي قدمها عن طيب خاطر حسب وصف كل الصحف الألمانية هنا، لأن المستشار الألماني أولاف شولز لم يقدم هذه المساعدات إلا بعد مباحثات تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت أيضا ردا على الدبابات أو المساعدات العسكرية التي ستقدمها فرنسا. إذن الصحف الألمانية كانت تقصد أن المستشار الألماني أولاف شولز وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت ممتنعتان الفترة الماضية طيلة الفترة الماضية عن تقديم دبابات بشكل مباشر أو مدرعات بشكل مباشر إلى الجانب الأوكراني، ولكن هذا الأمر تم بعد أن قامت فرنسا بالخطوة الأولى وتقديم هذا الدعم العسكري بشكل مباشر عبارة عن دبابات إلى الجانب الروسي. الحقيقة إذن هي خطوة عربي، يعني هذه الخطوة يرى، يعني كما تقول الآن، هي ردة فعل ألمانية على المساعدات
الفرنسية. طيب إن كانت بهذا الشكل، إذن هنالك مشكلة ربما بين دول الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. بالتأكيد هناك مشكلة. هي ألمانيا منذ البداية كان هناك كما تعلم منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية بداية العام الماضي كانت هناك ضغطا عالميا كبيرا على ألمانيا أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوكرانيا بشكل مباشر بضرورة أن تقوم ألمانيا بدعم أوكرانيا بالسلاح بشكل مباشر. كانت الدولة الأولى التي طلبها الجميع بضرورة تقديم دبابات ومساعدات عسكرية لأوكرانيا، ولكن ألمانيا كانت متأخرة كثيرا في هذا الأمر نظرا ل أمر كان لا يعلمه الكثيرين ولكن تم توضيحه في نهاية العام الماضي بأن المخازن الألمانية من السلاح أساسا خالية وهناك أسلحة كثيرة ألمانية داخل المخازن الألمانية أصابها العطب منذ فترة طويلة وجميع الأسلحة الموجودة لدى ألمانيا ألمانيا تستخدمها تحديدا في قوات الرادع الخاصة بحلف النيتو ولا يوجد فائض لدى ألمانيا حقيقة، ولكن الحكومة الألمانية ردت على هذا الأمر بشكل مباشر وهناك لستة قائمة مكونة من أكثر من 400 بند موجودة الآن على موقع الحكومة الألمانية بالمساعدات العسكرية التي قدمتها الحكومة الألمانية حتى الرابع من يناير الماضي قبل يومين تحديدا، وهي تقريبا 400 بند. في النهاية كتبت الحكومة الألمانية أننا قدمنا تقريبا بما قوامه 2 مليار و400 مليون يورو مساعدات عسكرية إلى الجانب الأوكراني، وآخرها كما أعلن المستشار الألماني في حديثه بالأمس مع الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي وهي الدبابة ماردير الألمانية، على الرغم من أن الحكومة الألمانية يعني كانت يعني مترددة كثيرا في تقديم هذا الأمر. هذه المرة الأولى منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية التي ستقدم فيها ألمانيا دبابات بشكل مباشر أو مساعدات عسكرية كبيرة مثل الدبابات بشكل مباشر. إذن هذا يعد تطورا إن صح التعبير في طبيعة ألمانيا. التسليح الذي تقدمه ألمانيا إلى أوكرانيا. لذا السؤال الآن باطلاعك وفق اطلاعاتك على التقارير الألمانية وما يقال هناك، ما طبيعة يعني هذه المساعدات الجديدة، ما تأثيرها لوجستيا إن صح التعبير على الساحة؟ أنت قلت أن هنالك مليارين وأكثر من مليارين يورو هي قيمة المساعدات الماضية. طيب هذه المساعدات الجديدة ماذا ستضاف إلى قائمة المساعدات السابقة وتأثيرها لوجستيا؟ الحقيقة تحديدا الدبابة ماردير كانت أوكرانيا تطالب بها. ماردير هي عبارة عن ناقلة جنود. ألمانيا كانت مترددة بشكل كبير في تقديم الأسلحة الهجومية كما تعلم، ولكن ماردير لا تضاف إلى الدبابات الهجومية ولكن يمكن استخدامها في الحروب في الأمور الهجومية، ولكن هي دبابة كما وصفت تستخدم أيضا في الخطوط الأمامية محاربة مشاة العدو والمركبات المدرعة. بالتالي ده دليل يعني في نقطة عايزين نشير ليها كما زي ما أنت قلت الحقيقة رعد ده تغير نوعي في نوع الأسلحة والمساعدات التي تقدمها ألمانيا للجانب الأوكراني. هذا الأمر يعد نقطة تحول في المحادثات التي تتم بين ألمانيا وروسيا، وكأن ألمانيا فقدت الأمل في أن روسيا ترد الجلوس على طاولة المفاوضات، لأن كانت ألمانيا ترفض دائما من الجانب الأوكراني أي طلبات أوكرانية بتصدير هذه الدبابة تحديدا ماردير التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الآن، كانت ترفض دائما هذا الأمر والآن وافقت أخيرا، وكأن ألمانيا تقول لروسيا أننا فقدنا الأمل منكم في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستقبلا، لذلك قامت ألمانيا الآن بتصدير هذا الأمر. الحقيقة النقطة القادمة رعد التي يعني يخشاها الجميع أن تقوم ألمانيا بتسليم الجانب الأوكراني الدبابة ليوبارد، وهي قمة الصناعة العسكرية الألمانية وهي الدبابة الأولى بالنسبة لألمانيا وهي تعادل الدبابة إبرامز الروسية عذرا الأمريكية أيضا التي ترفض أيضا أمريكا تسليمها إلى أوكرانيا على الرغم من طلب أوكرانيا هذه الأسلحة من ألمانيا، طلبت ليوبارد من ألمانيا وطلبت أيضا إبرامز من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الدبابات تم رفضها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ألمانيا تسليمها للجانب الأوكراني لأن تستخدم فقط في الهجوم. إذا استلمت أوكرانيا ليوبارد وإبراهامز من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها الهجوم على الأراضي الروسية، لذلك هذا النوع ما زال مرفوضا حتى هذه اللحظة. طيب عربي، يعني أنت قلت أن الدبابة هذه الدبابة التي تحدثت عنها ماردر وأيضا باتريوت ستزود ألمانيا باتريوت بالإضافة إلى التزويد الأمريكي لأوكرانيا بباتريوت، هل هنالك من أسلحة أخرى تم الإعلان عنها أو مساعدات عسكرية أخرى بالاسم أعلن عنها غير هذه الدبابة وهذه البطارية؟ وبالتالي كان هناك تصريح اليوم ربما من الدفاع الأوكرانية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في طبيعة المعارك على أراضي أوكرانيا.
الحقيقة القائمة التي لدي الآن التي وصلت صباح اليوم موجود فيها يعني الحقيقة أنواع أخرى من الأسلحة بخلاف مردير، وهي سيتم تسليم أيضا من ألمانيا إلى أوكرانيا يعني 20 قاذفة صواريخ 70 لي يعني يقوم تثبيتها على سيارات بيك أب، وأيضا هناك 15 دبابة أخرى بيرج بانسا 2 بتسمى كده هنا في ألمانيا دبابة الجبال رقم 2 يعني ترجمتها باللغة العربية، وأيضا هناك أكثر من 13 أنواع أخرى من قاذفات القنابل سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الفترة المقبلة، وسبعة روبوتات من التي تقوم بإزالة الألغام وكشف والكشف أيضا عن الحدود وما إلى ذلك، وهناك أيضا أكثر من 143 عربية بيك أب، سيارة بيك أب سيتم تسليمها أيضا للجانب الأوكراني يمكن نقل الجنود بشكل سريع، وأكثر من 216 يعني مولدات طاقة يستخدمها الجنود الأوكران على الحدود وما إلى ذلك. طيب ماذا عن العتاد عربي؟ هل هناك تصريح عن نوع العتاد الذي زودت به أوكرانيا أخيرا؟ هل هناك عتاد آخر؟ يعني ما تحدثت به الآن هي الأسلحة وعجلات هذه الأسلحة، لكن العتاد هل أوكرانيا لديها الأكداس الكافية من العتاد بحيث أن ألمانيا لم تعلن مثلا عن عتاد تزوده لها؟ الحقيقة هي أوكرانيا بتسلم دائما ألمانيا وتسلم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالاحتياجات التي بالأمور التي تحتاجها بشكل دوري. أوكرانيا تحتاج في هذه المرحلة أيضا يعني أنواع معينة من القذائف، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية يعني كانت في الماضي قد سلمت إلى أوكرانيا أنواع معينة من الأسلحة، لديها قذائف معينة ومكذوفات معينة، كل هذه القذائف تقريبا في طريقها للانتهاء، أوكرانيا تطالب بهذا الأمر، ولكن هناك شركة تشيكية رأت شركة التي تصنع تقريبا عدد 35% من القذائف التي يحتاجها حلف النيتو على الأراضي الأوروبية، قالت أن المخازن الموجودة الآن في الدول الأوروبية لا تستطيع أن تقوم باستيفاء كل المتطلبات الأوكرانية في المرحلة المقبلة، ولكن أوكرانيا طلبت أيضا بشكل كبير لأن تقريبا نصف المحاولات الطاقه الاوكرانيه والبنيه التحتيه متعطله، تطالب ايضا اوكرانيا من الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه مولدات طاقه بشكل سريع. المانيا اعلنت ايضا عن تصدير 2300 قطعه تقنيه من التي تستطيع اصلاح كل شبكات الطاقه بشكل سريع، ستصل الاراضي الاوكرانيه خلال الاسابيع القليله المقبله لاصلاح شبكات الطاقه تحديدا على الحدود ايضا حتى يستطيع الجنود الاوكرانيين الحصول على الطاقه وما الى ذلك. طيب عربي، يعني في موضوع اخر ربما قريب منه وهو موضوع الهدنه الذي تحدثت عنها وسائل الإعلام الروسية والذي تحدث عنها أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخلت الآن حيز التنفيذ، كيف رأى المراقب الألماني أو الشارع الألماني هذه الهدنة؟ ما هو رأي الشارع الألماني حولها؟ هل هو متفق مع ما ذهب إليه مثلا جو بايدن بأن هذه الهدنة هي لكسب الوقت بالنسبة لروسيا، أم أن هنالك رأي آخر؟ الحقيقة يعني المحللين الألمان هنا وحتى الشارع الألماني عندما نتحدث مع الألمان هنا الحقيقة الجميع يتكلم بنوع من السخرية بسبب الهدنة التي أعلنت عنها الجانب الروسي وعدم قصف أوكرانيا وما إلى ذلك بسبب الأعياد الموجودة لديهم، وغدا هناك أعياد على الأراضي الأوكرانية وفي روسيا أيضا بمناسبة أعياد الميلاد الأرثوذكسية وما إلى ذلك، ولكن هو نوع من السخرية، يعني هناك روسيا تريد هدنة لمدة يوم أو يومين وهو ربما يوما ولا تقوم فيه بقصف الأراضي الأوكرانية حتى تحتفل أوكرانيا بالأعياد وما إلى ذلك، فالموضوع قبل من نوع من السخرية، وبعد هذه الهدنة ستقوم روسيا مرة أخرى بقصف الأراضي الأوكرانية. الحقيقة الأمر حتى هنا مرفوض في ألمانيا من المواطنين الألمان الذين سمعوا هذه الأخبار في الصحف الألمانية وفي التلفزيون الألماني وما إلى ذلك، والمحللين الألمان أيضا وصفوا هذا الأمر بنوع من السخرية ردا على طلب الرئيس الروسي والقوات الروسية بهذه النوع من الهدنة يعني غير المفهومة في هذه المرحلة تحديدا، يعني 24 ساعة وبعدها ستقوم روسيا بدك الأراضي الأوكرانية مرة أخرى. طيب سيد عربي برزوق مراسلنا في برلين، وافر الشكر لك على ما أفضيت من معلومات في هذه الجولة، شكرا لك، شكرا جزيلا. إذن يسري وقف إطلاق النار على طول الخط الكامل أو خط الجبهة الكامل في أوكرانيا من ظهر اليوم الجمعة حتى منتصف ليل السبت المقبل بتوقيت موسكو. وأوضح الكرملين في بيان له أن قرار بوتين جاء تلبية لنداء بطريرك موسكو، وطالب الكرملين أوكرانيا بإعلان وقف إطلاق النار،
والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه. وفي وقت سابق دعا بطريرك موسكو كريل الأول إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية ويوم عيد الميلاد. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت ما زال بعيدا عن إجراء مفاوضات سلام جادة بين روسيا وأوكرانيا، وأشار إلى أن أي سلام لإنهاء الحرب يجب أن يتم وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن اللحظة التي يمكن فيها إجراء مفاوضات سلام جادة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي من المهم بذل كل ما في وسعنا لتقليل الأثر السلبي للحرب. لسنا في وضع يمكننا فيه رؤية السلام في الأفق المباشر، وهو السلام على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الانسحاب وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية هو السبيل الوحيد لاستعادة السلم والأمن، ووصف ميشيل إعلان موسكو وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بأنه مزيف. للمزيد من التوضيح حول هذه المواضيع وغيرها ينضم إلينا مراسل القاهرة من بروكسل سلامة عطلة. سلامة، أهلا بك معنا في هذه الجولة. لنبدأ مما انتهى إليه شارل ميشيل، هذه الهدنة مزيفة كما قال. طيب السؤال، لماذا يرى الأوروبيون وفق قراءاتك واطلاعك على ما يقولون اليوم أن هذه الهدنة مزيفة؟ مساء الخير. هذه التصريحات المنسجمة مع الموقف السابق بأن وقف إطلاق النار من جانب واحد لا ينسجم مع السياسات والسلوكيات الروسية التي قصفت مواقع أوكرانية وبنى تحتية أوكرانية، كنائس وحضانات للأطفال في وقت سابق، وتحديدا في 25 في تقويم آخر لأعياد الميلاد داخل الديانة المسيحية، ولم تحترم أيضا رأس السنة وقامت بقصف لكييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. هذه التصريحات كما يقول الأوروبيون ليس لها هدف سوى الدعاية والنفاق وأخذ أكسجين راحة ونفس كي تتحرك القوات الروسية وتعيد انتشارها بعد الضربات التي تلقتها، ولكن نحن أمام مرحلة حاسمة في هذه الحرب تحديدا هذا الشهر وفي الشهر القادم، خصوصا وأن هناك الكثير من التقديرات تقول بأن روسيا تعد لهجوم بري على أوكرانيا ربما يكون عبر بيلاروسيا وتخوف. الآن واضح بأن الروس يخوفون الأوكرانيين ومن خلفهم الدعم الغربي بأنكم إذا لم تستجيبوا لبدء محادثات سياسية بيننا وبينكم فإن الحل هو أن نتوجه إلى حملة برية. هذه التهديدات يبدو أنها لم تخف الأوكرانيين وكذلك لم تزرع الشك في الدعم الأوروبي والدعم الغربي لأوكرانيا، خصوصا وأننا أمام دعم عسكري جديد من المدرعات إلى أوكرانيا بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي. نحن نتحدث عن إصرار أوروبي وأيضا أمريكي على أن تكون سماء أوكرانيا إلى حد ما آمنة بفعل منظومة الدفاع الجوي، وعلى الأرض يكون للأوكرانيين القدرة على التحرك بسرعة عبر الدبابات، ليست هي الأفضل ولكن ستسمح للأوكرانيين بالمناورة يعني أكثر. سلامة، أخذتني إلى موضوع آخر مهم جدا يا سلامة، وهو موضوع التخويف الروسي كما سميته من خلال بيلاروسيا. كان هناك تصريح بوصول قطار الجنود الروس إلى هناك وما إلى ذلك، وتصريحات ربما أيضا من وزارة الدفاع البيلاروسية بأنهم مستعدون لحماية دولة الاتحاد كما قالوا. هنا هل هنالك من تصريحات صدرت من الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الموضوع أو من مسؤولين أو من محللين مراقبين لديك في بروكسل تحدثوا عن هذا الموضوع؟
السلوكيات الأوروبية هي التي تعبر أكثر من الكلمات عبر زيادة الدعم العسكري وعبر الإصرار وعبر أيضا الرهان على أن هناك تخلخل لدى القوات الروسية. على الأرض المعلومات هي كل شيء، على الأرض تقول المعلومات بأن الجنود الروس الآن يعانون من هبوط في المعنويات، هبوط حاد بعد الضربة التي تلقتها القوات الروسية في قبل أيام وأودت بحياة العشرات، وتقول المصادر الأوكرانية المئات من الروس، وهذا يعني يزلزل المعنويات، خصوصا وأن أغلب القتلى هم من الذين تم تجنيدهم ولم يختاروا الحرب. هذه هي رهانات أوروبية، أولا قدرة أوكرانيا على الصمود، ثانيا تخلخل داخل المؤسسة العسكرية الروسية. هناك حتى من كبار المؤيدين للحرب الروسية على أوكرانيا بدأوا ينتقدون بشدة القيادات والجنرالات التي يسمونها تعيسة في إدارة هذه الحرب، ويلقون باللوم دائما عبر الاستخدام المفرط للمحمول والاستخدام غير المسموح به للمحمول من قبل الجنود الروس الذي يمكن أن يساعد في تحديد أماكنهم وقصفهم من القوات الأوكرانية، ويخفون هناك عجز في القيادة الروسية، وهذا سينعكس بالتأكيد على معنويات الجنود الروس، وهذا من الرهانات الأوروبية والأمريكية في المرحلة القادمة. هناك صحيح تهديدات روسية، ولكن أيضا في المقابل هناك رهان على الصمود الأوكراني، رهان على زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا، ورهان على هبوط في معنويات الجنود الروس وإربكات في الخطط الاستراتيجية الروسية. طيب سلامة، هل هنالك من تصريحات لدول أخرى بالإضافة إلى ألمانيا اليوم والولايات المتحدة وقبلها فرنسا من تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة بمعدات جديدة؟ هل هنالك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حذت هذا الحذو مع بداية هذا العام؟ أولا يجب ألا ننسى بأن الأسلحة القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي كانت بأيدي الأوكرانيين أو التي تم تزويدهم بها لاحقا من قبل الحلفاء كانت قادرة على أن تقلل من خطر الهجوم الروسي، بل بالعكس كانت قادرة على أن يعني تحقق خسائر داخل الجنود داخل الصفوف العسكرية الروسية وداخل الجيش الروسي. الدعم العسكري لاحقا يعني موزون بخط رفيع كي لا تتطور المعارك أكثر من أو ألا كي لا تكون المعارك تحت سقف الضبط وكي لا تبقى تحت يعني غير تحت السيطرة أو يعني ليست تحت سيطرة. المهم في هذا الموضوع أن هناك معسكرا في ألمانيا يتم فيه تدريب الضباط الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الحديثة حتى التي لم تصل بعد إلى الأراضي الأوكرانية. حينما يكون هناك قرار ميداني بضرورة إرسال هذه الأسلحة الجديدة لأوكرانيا يكون الأوكرانيين قادرين على التعامل معها، على تسيير أمورها وعلى صيانتها، لأن هذه المعدات العسكرية تحتاج إلى الكثير من الصيانة، تحتاج إلى الكثير من التقنيات في التعامل معها، ولذلك هناك استعداد يبدو بطيئا في الظاهر لكنه مؤثر على أرض الواقع. سلام عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية، وافر الشكر لك ولا على ما أفضيت من معلومات. إذن مشاهدينا الأكارم مستمرون معكم في جولة المراسلين، ولكن بعد فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا. ونتحول معكم الآن لمتابعة أحدث تطورات أزمة كورونا حول العالم.
قررت الحكومة اليونانية فرض إجراءات احترازية على المسافرين القادمين من الصين، كما قررت الحكومة اليونانية في اجتماع عقده رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس ضرورة إجراء اختبار سلبي للفيروس قبل 48 ساعة وارتداء كمامات ذات حماية عالية للقادمين من الصين. للمزيد ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا عبد الستار بركات. عبد الستار، أهلا بك معنا في هذه الجولة. بداية، لو حدثتنا، كيف يستقبل اليوم المواطن اليوناني هذه القرارات، خصوصا وأن اليونان ربما وغيرها من المدن أو الدول الأوروبية شهدت موجة قاسية من كورونا عندما بدأ هذا المرض؟ نعم رعد، أهلا بك وشاهدي قناة الإخبارية في جميع أنحاء العالم. أوضح لك أنني أتحدث اليوم من أمام وزارة الصحة اليونانية. طبعا اليوم هنا في اليونان عيد رسمي، عيد الغطاس، ولذلك هو أجازة رسمية للبلاد، ولذلك الوزارة مغلقة. ولكن قبل أن تغلق، مساء أمس أصدر وزير الصحة ومعه المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان عقب اجتماع لوزير الصحة مع لجنة خبراء الأمراض المعدية، وأيضا مع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس والقيادات السياسية والصحية في البلاد، تم التوصل إلى فرض يعني تدابير أو إجراءات احترازية على القادمين من الصين. الشعب اليوناني طبعا استقبل هذه الأمور بقلق وتوتر، لأن يعني عندما نسمع عن كورونا مرة أخرى ينتاب الناس الخوف والقلق خوفا من الإغلاق العام مرة أخرى. أشير إلى أن القيود التي أصدرتها المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان هو لابد على المواطن أو المسافر الذي يأتي من الصين مباشرة، يعني جميع المسافرين القادمين من الصين لابد أن يجروا عمليات اختبار وتكون سلبية قبل 48 ساعة من الوصول إلى اليونان. أيضا الشيء المهم الآخر هو ارتداء كمامة تكون عالية الجودة، أو يعني تكون من الكمامات الجيدة، وهي أنواع معينة لا أستطيع ذكر اسمها، N95 وغيرها. هذه الكمامات يعني لابد على جميع المسافرين أو الركاب في الطائرات لابد من ارتدائها. وأيضا تم إصدار قرار بجميع يعني إجبارية أو فرض ارتداء الكمامة على جميع الموظفين والعمال في المطارات والمسافرين في مطارات اليونان عامة وفي مطار أثينا. أيضا تم إجراء يعني فرض قرار بإجراء المراقبة الجينية لسارس كوفيد 19 في مياه الصرف الصحي في الطائرات التي تأتي من الصين مباشرة، وأيضا في مطار أثينا، وأيضا الكشف المبكر عن أن كانت هناك يعني تحورات. طيب عبد الستار، هنالك من يرى ربما من المراقبين أو المتابعين وتحليلات ربما أيضا قرأناها لكتاب يونانيين ربما وغيرهم، يقولون إن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة غايتها سياسية ضد الصين، وربما غايات اقتصادية لمحاربة الصين في هذه المرحلة، خاصة وأن هنالك أزمة في أوكرانيا. ربما يكون ذلك الأمر كما أوضحت، ولكن هناك اختلاف في هذه الأمور. ولكن احنا نتبع يعني سياسة الاتحاد الأوروبي وخصوصا السيدة ستيلا كرياكيدو مفوضة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي ذكرت أن على الصين لابد من التعاون مع السلطات الأوروبية أو مع سلطات يعني عامة في دول العالم المختلفة، والكشف عن حقيقة ما يقولون والكشف عن هذه الإصابات والتعاون، حتى لابد أن يكون هناك تضامن يعني عالمي من جميع دول العالم لمواجهة هذه ربما تكون أزمة جديدة، ربما يعني نواجهها مثل ما حدث في السابق، لأننا نسمع حاليا عن آلاف حالات الوفيات
وألاف حالات الإصابات يوميا في الصين. طيب هل شهدت نعم. اليونان يعني تسجيل لحالات إصابة بمتحورات أو بكورونا جديدة؟ هل هنالك ما دفع الحكومة اليونانية أو وزارة الصحة التي أنت تقف أمامها اليوم أن تتخذ هذه الإجراءات الاحترازية أو تدعو المواطنين لاتخاذها؟ عموما الحكومة اليونانية حتى قبل عامين ونصف مع الظهور الجديد لفيروس كورونا كانت قد فرضت يعني تدابير قاسية جدا على الشعب اليوناني، من إغلاق عام على مدار الساعة لفترات طويلة، يعني مرة كانت 3 أسابيع ومرة كانت يعني نحو شهر تقريبا. ولكن حتى هذه اللحظة أعداد المرضى أو أعداد الإصابات الموجودة في المستشفيات اليونانية هي يتم السيطرة عليها، نحو 127 مريض فقط في العناية المركزة، ربما يكون هناك بعض الآلاف مثلا من الإصابات، ولكن يعني بعد حوالي 5 أيام أو 6 أيام يستطيع المصاب الخروج مرة أخرى ويتعافى من الفيروس نهائيا، وربما هذا بفضل التطعيمات التي يعني فرضتها الحكومة اليونانية على جموع الشعب اليوناني. حتى الآن تلقى الشعب اليوناني يعني 3 جرعات من هذه اللقاحات. طيب عبد الستار، اليوم عندما نتحدث عن هذا الوباء، وباء كورونا، أثر بالتأكيد على السياحة في اليونان وفي عموم العالم، واليونان تعتمد اعتماد كبير على هذا القطاع، قطاع السياحي. بصفتك موجود هناك وتراقب ما يكتب حول هذا الموضوع، يعني ما الذي أثرت هذه القرارات أو ماذا ستؤثر على واقع السياحة، وكيف أثرت أصلا جائحة كورونا على واقع السياحة في اليونان؟ عموما كورونا أثرت على السياحة ليس اليونان فقط وإنما في العالم أجمع. اليونان عانت من أزمة مالية حادة على مدار 10 سنوات، بعد ذلك جاءت أزمة كورونا، وحاليا هناك أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، أزمات اقتصادية. ولكن بالنسبة لكورونا والسياحة، أعتقد اليونان سجلت العام الماضي يعني نسبة كبيرة جدا من السياح الذين وصلوا إلى اليونان، ويعني حققت يعني أرباحا وأموالا طائلة من السياحة، لأن السياحة تمثل نحو 27% من الدخل المحلي الإجمالي لليونان. أعتقد أن يعني بالتدابير والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها يعني لا تؤثر على السياحة يعني هذا العام، لأننا الآن كما ذكرت لك هناك تطعيمات ولقاحات، وهذه المتحورات الجديدة كما يقول الأطباء وكما نسمع أنها يعني ربما هي تنتشر بسرعة كبيرة، ولكن هي ضعيفة ويتم السيطرة عليها بسرعة من قبل المصابين بيعني أدوية في يعني عبد الستار، أنت يعني تقول الآن أنها لن تؤثر على الواقع السياحي، لكن هذا ربما يدفع السائح أينما كانت وجهته أو من أينما جاء، هو التخوف ربما من القدوم بسبب الاختبارات للفيروس. هل تحدثت وزارة الصحة مثلا أو الحكومة اليونانية عن آلية فيما إذا تم اكتشاف حالات إصابة من القادمين من الصين أو من غير الصين؟ حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث مثل هذه الأمور، ولكن وزارة الصحة اليونانية ولجنة الخبراء الأمراض المعدية دائما في اجتماعات وفي نقاشات حول هذه الأمور، وأيضا سوف يتم تعديل هذه الإجراءات أو هذه التدابير وفقا لما يحدث في التطورات في الصين، يعني وفقا للتطورات سوف يتم هنا يعني معرفة المزيد من الإجراءات. ولكن أعتقد حتى هذه اللحظة نحن الآن في موسم الشتاء، يعني الموسم السياحة هنا في اليونان يبدأ مع حلول شهر مايو أو أبريل أو يعني إلى شهر نوفمبر تقريبا، يعني لسه ولذلك الوقت طويل يعني لموضوع السياحة. نعم لسه الوقت طويل يعني، فليس الموضوع حول نعم. السياحة نعم. نعم طيب الوقت طويل نعم. طيب عبد الستار، يعني الآن عندما نتحدث أيضا عن اختيار أو المنع للقادمين من الصين، هل هنالك إشارات أو هل ترشح شيء من وزارة الصحة التي أنت أمامها أو من
الحكومة عموما أن هنالك دولا ستضاف إلى قائمة الدول التي يتم يعني أخذ العينات من القادمين منها؟ نعم، هذا الأمر يعني لم يتم الكشف عنه حتى الآن، لأن وزارة الصحة اليونانية أو الاتحاد الأوروبي، مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، يتابعون باستمرار التطورات في الصين وفي الدول الأخرى مع التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وربما يكون هناك المزيد من الإجراءات أو فرض دول أخرى، ولكن حتى هذه اللحظة لم نعرف يعني ماذا سوف يحدث أو ماذا ينتظرنا بالأحر خلال الفترة المقبلة من التخوفات والقلق باتجاه فيروس كورونا واتجاه ما يحدث في الصين حاليا، والذي يعني ربما أرعب العالم مرة أخرى من جديد. طيب عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، وافر الشكر لك على ما أفضيت من معلومات في هذه الجولة الإخبارية للمراسلين، شكرا جزيلا لك. وجه القضاء اللبناني الاتهام لسبعة أشخاص بينهم موقوف واحد سلمه حزب الله إلى الجيش في قضية إطلاق الرصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، وقتل جندي إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر الماضي خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العقبية. وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي بالاشتراك مع ستة عناصر آخرين ما زالت هذه العناصر هاربة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت. أحمد أهلا بك، يعني القضاء يوجه الآن الاتهام لسبعة أشخاص، هنالك منهم هارب، من هو هارب، وأيضا هنالك من هو موقوف أصلا، هل هنالك من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ أحمد إليك. أحمد تحياتي لك في البداية. هناك توجه أو هناك إشادة كبيرة بسرعة إجراء التحقيقات في هذا الأمر، حيث تم توجيه الاتهام بعد قرابة 3 أسابيع فقط من وقوع الحادث الذي وقع في ليل 14 ديسمبر الماضي وأودى بحياة عنصر أو جندي من الكتيبة الإيرلندية وإصابة 3 آخرين في حادث ربما هو الأول من نوعه، وخصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار سواء السياسي أو الاقتصادي والمالي والأمني أيضا في البلاد بعد أحداث عام 2019. ما قام به القضاء العسكري هو توجيه الاتهام لسبع أشخاص بإطلاق النار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في منطقة العقبية التي تقع في نطاق مدينة صيدا في محافظة الجنوب. أدى إطلاق النار إلى وفاة أحد الجنود وإصابة 3 آخرين، كان أحدهم إصابته خطيرة ولكن تعافى وتسير أمور التعافي، 3 في مرحلة التعافي التي تسير بشكل قوي حتى الآن. ولكن المتهمين السبعة منهم شخص تم إلقاء القبض عليه بشكل فعلي، وستة آخرين غير لم يتم القبض عليهم، منهم 4 معلومين واثنين آخرين غير معلومين. ولكن من تم ما طبيعة هؤلاء الأشخاص أحمد؟ يعني هل هنالك من تفاصيل، هل هناك من معلومات حول هؤلاء الأشخاص، هل ينتمون إلى جهات مسلحة؟ المعلومة التي نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية اليوم وتحدثت عنها مصادر قضائية أن أحد الموقوفين هو ينتمي لحزب الله اللبناني، والعدد من الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن ينتمون أيضا إلى حزب الله، ومسار التحقيقات خلال الفترة المقبلة سيكشف مزيد من التفاصيل حول هويتهم أو انتماءاتهم أو الدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة. ما قام به القضاء العسكري هو توجيه الاتهام
للمتهمين السبعة. ثم أعلن الجيش اللبناني بالأمس أن مديرية المخابرات أحالت القضية برمتها إلى القضاء المختص الذي سيتولى نظر هذا الأمر عقب انتهاء فترة العطلات الرسمية في البلاد مع مطلع الأسبوع المقبل. ولكن القضية باتت شبه مغلقة في وجود متهمين، حتى وإن كان لا تزال هناك ملاحقات لستة من المتهمين. ربما كان رد فعل قوة الأمم المتحدة المنقطة في لبنان اليونيفيل ترحيب بتوجيه الاتهام للمتهمين، ولكن القضية بدأت ولم تنتهي، بمعنى أن هناك انتظار كبير لتحقيق العدالة وإلحاق العقاب بالمتهمين السبعة وضبط الستة الآخرين الفارين أو تحديد هوية الاثنين الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد. طيب أحمد، يعني الآن بدأت هذه القضية كما تقول الآن ولم تنتهي بالتأكيد، لأنه الآن بدأت عملية ملاحقة المتهمين، لكن السؤال الأهم ربما هنا يعني كيف مع وجود طبعا حالة الانسداد السياسي في لبنان وأنت تعلم ذلك، كيف استقبل حزب الله هذه اللائحة، هذا الاتهام، وكيف استقبلت الكتل السياسية أيضا في لبنان هذه اللائحة وهذه التهم؟ حتى الآن لم يصدر أي تعقيب رسمي من لا حول توجيه الاتهام لأحد المنتمين لي بإطلاق الرصاص على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإن كان في بداية الحادث وبداية التحقيقات كان هناك نفي كبير من الحزب لتورط أي من أعضائه أو أي من المنتمين لي في القضية، وتوجه بوفد لليونيفيل، وكانت هناك أنواع من التأكيد على أن لا علاقة له بالأمر. ولكن مع توجيه الاتهام الرسمي لأحد المنتمين لي كانت هناك ردود أفعال من القوى السياسية التي تطالب بضرورة توقيع العقاب على من قام بهذا الفعل، وألا تضيع الحقائق أو ألا تضيع يتم نوع من أنواع تمييع القضايا على غرار ما حدث في محاكمة اغتيال رفيق متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إذ قررت المحكمة الدولية ووجهت الاتهام لثلاثة من المنتمين للحزب ولم يتم تسليمهم للمحاكمة. طيب هل هنالك من تحدث أحمد من الأحزاب ربما من المتابعين من لقاءاتك واستماعك للمحللين اللبنانيين، هل هناك من تحدث عن توتر ربما يحدث بين حزب الله أو صناعة توتر جديد ربما في لبنان يضاف إلى التوترات الأخرى في البلاد؟ عفوا لم أسمع السؤال. يعني هل هنالك من تحدث من المحللين حولك يا أحمد أو من السياسيين بأن هذه الاتهامات لحزب الله قد تؤدي؟ هل تسمعني؟ هناك ردود أفعال من تسمعني يا أحمد؟ أسمعك. أرجو إعادة السؤال مرة أخرى. هعيد لك السؤال مرة أخرى أحمد، يعني هل هنالك من تحدث من الساسة أو من المحللين المراقبين الذي التقيتهم ربما عن أن هذه أو هذا الموضوع سيثير أزمة جديدة كما كانت الأزمة تبع الحريري وما حدث أو مقتل السيد الحريري في 2005؟ هل هنالك من تحدث اليوم عن أن هذا سيثير أزمة جديدة بين حزب الله والساسة في ظل أزمات كثيرة يشهدها لبنان اليوم؟ ربما لا تبدو ملامح هذه الأزمة بشكل كبير حتى في تصريحات الساسة. الفرق في هذا الأمر هل من ارتكب هذه الجريمة هو بتوجيه مباشر من الحزب أم أن الحادث نشأ تلقائيا بسبب انحراف السيارة عن مسارها الرئيسي أو نتيجة عن اشتباكات مع الأهالي أو شيء من هذا القبيل، هذا ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية التي تم إحالتها للقضاء المختص. ولكن هناك إرادة من الجميع على احتواء هذه الأزمة وعلى تقديم المجرمين ومرتكب الحادث للمحاكمة درءا لأي أضرار تحدث في لبنان، وخصوصا في ظل الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية وأيضا الأوضاع الأمنية التي لا تتحمل أي نوع من أنواع
التصعيد وخصوصا في ظل لهيب التصعيد السياسي في البلاد. فبالتالي هناك إجماع من الجميع على ضرورة احتواء الأزمة، ضرورة تقديم مرتكبي هذا الحادث إلى المحاكمة، ضرورة إجراء واتخاذ الإجراءات الطبيعية في التقاضي والمحاكمة، ضرورة إنزال العقاب بمرتكبي هذه الجريمة والتي تحدث عنها عدد من المراقبين وقال أنها قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما على جميع المتهمين في القضية. نعم أحمد، يعني إذن هي ليست كأزمة سياسية تضاف إلى مقبل الأزمات كما تقرأ الساحة اللبنانية اليوم. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية وافر الشكر لك، كنت معي من بيروت، شكرا لك. رياضيا، تنطلق منافسات خليجي أو كأس خليجي 25 بمدينة البصرة العراقية، ويشارك في البطولة الخليجية 8 منتخبات، وتقام المنافسات من 6 حتى 19 من الشهر الجاري. تترقب كرة القدم العراقية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام منافسات كأس الخليج خليجي 25، والتي تنطلق على استاد البصرة الدولي، ويشارك في البطولة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان واليمن والسعودية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين حامل اللقب والإمارات والكويت وقطر. وتنطلق البطولة بمواجهة تجمع بين العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي. واستضاف العراق البطولة لآخر مرة في 1979 حين حقق اللقب لأول مرة، لكن تكرار الإنجاز ليس بالأمر السهل. ويأمل العراقيون في تحقيق اللعب للمرة الرابعة والمرة الأولى منذ 1988، استغلالاً لعاملي الأرض والجمهور بعد سنوات طويلة من اللعب خارج البلاد لظروف أمنية. وفي الجانب الآخر، يحظى مدرب عمان برانكو إيفانكوفيتش، الذي تولى المسؤولية في يناير 2020، بخبرة كبيرة في المنطقة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إذ إنه قاد فرق الاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي، كما عمل في إيران. كما قاد إيفانكوفيتش عمان إلى دور الثمانية بكأس العرب 2021. يذكر أن المنتخب البحريني يحمل لقب البطولة في نسخة 2019 بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 10 ألقاب، كان آخرها نسخة 2010 بالفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد. إذن عرس رياضي جديد تستقبله المنطقة، كما كانت قبل أيام المنطقة استقبلت كأس العالم في قطر. للمزيد من المعلومات حول كأس خليجي 25 في البصرة، ينضم إلي عبر الهاتف مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة العراقية بغداد، هبة التميمي. هبة، أهلا بك. أولا كلمينا هبة عن آخر الاستعدادات، ماذا تم التصريح عن آخر الاستعدادات الأمنية والفنية لهذا العرس الرياضي؟ في البداية طبعا تحية طيبة يا رعد، حياك الله. العد التنازلي لانطلاق كرنفال خليجي 25، والأعلام الأشقاء طبعا ترصص في سماء البصرة، حيث اليوم يعني وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يصل إلى البصرة لحضور حفل افتتاح خليجي 25، وأيضا صراحة وزير النقل يعني يوجه بانطلاق جميع القطارات المخصصة لنقل الجماهير خليجي 25 هنالك، وأيضا وصول وزير الدفاع يصل إلى البصرة للإشراف على خطة وتأمين احتفالية الافتتاح خليجي 25. كل هذا اليوم سيتم الافتتاح في محافظة البصرة في تمام الساعة طبعا 5:45 في مساء اليوم الجمعة. هذا الحدث الكروي المهم الذي يعني انحضر، هو يعني هذا الحدث الذي لم يسبق على الإغلاق بصراحة بسبب الحظر الملاعب من قبل الاتحاد الآسيوي، والذي تم يعني أمس رفع جميع يعني حظر الملاعب على العراقيون. هذا أيضا يعني في رصيد العراقيين بصراحة، والأجواء هنالك
عارمة بالفرحة العراقية، مو بس فرحة العراقية وإنما فرحة الدول الأشقاء الموجودة هنالك، والوفود المنتخبات الخليجي 25 ووفود جميع المنتخبات. وطبعا هذه البطولة هي بصراحة أنه طيب هبة يعني الآن عندما نتحدث عن وصول المنتخبات ووصول المشجعين ربما إلى البصرة، حدثينا عن الاستقبال هنالك، عملية التيسير ربما، هل هناك من معلومات حول هذا الموضوع، الدخول إلى العراق والتأشيرة، تأشيرة الدخول، هل هنالك من معلومات عن هذا الموضوع؟ والمرافق السياحية التي موجودة هناك، هل تستوعب الأعداد التي توافدت إلى العراق لمتابعة خليجي 25؟ يا رعد، بصراحة الأعداد هنالك كبيرة، يعني ما يقارب طبعا يعني دخول المنتخبات الخليجية والوفود والمشجعين الخلاجة، بصراحة وصلت إلى يعني 7,000، ما يقارب 7,000، وما عدا العراقيين الموجودون في كل محافظات العراق، وأنه سعة الملعب لا يعني لا تكفي بصراحة هذه الأعداد، لأن سعة الملعب في يعني ميناء البصرة 40,000 متفرج، وأما في يعني استاد ملعب البصرة الدولي 65,000 متفرج، فهذه الأعداد أنه بصراحة ما تستوعب الجمهور والجماهير، وإنما يعني حاليا موجودين في أروقة الملاعب ويتفرجون في الشاشات العملاقة المخصصة للمشجعين والوفود هنالك، حتى في عاصمة بغداد موجودة يعني شاشات. يعني هبة، ننتظر معك ومع المشجعين ومع العراقيين والعرب عموما هذا العرس الرياضي الجديد في العراق الذي لم يشهده منذ 1979. هبة التميمي، مراسلة العراق أو مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق بغداد، وافر الشكر لك على ما أفضيته من معلومات. إذن نهاية جولة مراسلينا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا مرة أخرى لكم، من القاهرة عاصمة الخبر.